إذا كما العادة تحية مجددا لكل المتتبعات والمتتبعين ديال هذه القناة. هذه الفيديو ديال اليوم هو كما كان سبق وشرت في واحد الفيديو سابق، هو أننا بغينا نرفعوا شوية مشيت زعما على المستوى باش ما نطيحوش في واحد النقد عاوتاني اللي هو خارج المضمون وخارج لو كونتكست ديال شنو تنقصد بها، واننا نرفعوه يعني ننتقلوا للمرحله ديال اننا خصنا دابا الاستنهاض كاين، الادراك كاين، واش تنقصد بهم هو ان الناس طالع عليها الدم ولا تخرج تغوت على رزق على مستويات اللي ربما نقدر ما تلاحظوهاش من بعد القمع اللي تعرض ليه الحراك ديال الريف والحراك ديال الجراده، واي محاوله من بعد ديالها سواء محاوله ديال الانتفاضه سكينه الكريانات، ولا تنشوفوا دابا مثلا احتجاجات هنا ديال الباعه المتجولين، احتجاجات هنا ديال الطاكسيات، احتجاجات اي مفرقه، لانه ما كاينش اطار اللي يقدر يحتضن هذا الشيء المشتت كما قلتها. واساسا هذا النقاش اللي بغيت نبداه انا هو اساسا بناء الارضيه ديال النقاش ديال اننا نتناقشوا كيفاش ممكن نخلقوا اطار سواء خارج المغرب ولا داخل المغرب، لانه قادر يحتوي وقادر يحتضن هذا الاستنهاض الجماهيري. اما الادراك راه كل شيء ولا عارف على انه المغرب تمر في أسوأ حالاته من كل المستويات، وقلتها وعنعاودها من باب التأكيد، سواء منها السياسية ولا الاقتصادية ولا الاجتماعية الأخلاقية الفنية الرياضية إلى آخره، على كل المستويات، لدرجة أنه اللي ولاو تيمثلوا المغرب سواء سياسيا دون المستوى، سواء فنيا دون المستوى، سواء رياضيا دون المستوى، اللي تيمثلونا في كل في كل المحطات، سواء منها المحلية سواء منها الإقليمية سواء منها مع الجيران ديالنا مع في الشرق الأوسط في أوروبا في العالم كله، كلهم تيعكسوا صورة واحدة واللي تتفق عليها الجميع، هو أنه المغرب تيدوز من أخبث وأقبح فترات اللي عاشها الشعب المغربي واللي عاشتها السمعة المغرب والسمعة المغاربة. هاد الشيء هذا كله ماشي جاي من عبث بطبيعة الحال، باش غير باش نتفاهموا، هاد الشيء كله هذا هو مخطط له، لأنه السياسات اللي تينهجها النظام اللي حاكم المغرب فعلا واللي هو المؤسسة الملكية وأصدقائها، يعني أما الأحزاب والمحكومات وهاد الشيء هذا كلهم ما هما إلا واجهة وموظفين خدامين تتقاضاو اجور مغريه وتعاهدوهم بتقاعد مغري وتعطيهم بعض الامتيازات اللي يحلبوا منها حتى هما هذا الوطن هذا، على اساس انهم يقبلوا باش يلبسوا الحله الحكم، وهما لا حكم لهم ولا هم به يعلمون، يعني كل شيء تتحكم فيه اللوبيات ولا داك التحالف الكبير اللي هو الملك والاصدقاء العائلات اللي تتحكم في الفلوس والخيرات ديالو الصديقه ديالو، بالاضافه الى انه المسير الاكبر هو الاستعمار اللي تنأكدوا دائما اللي ما عمره خرج من المغرب، خرج منه جسديا لكن خلى خيوط تيسير بها الوطن المغرب اللي هي ربما اقوى وتتقام عليها رخص من اللي كان هو مستعمرنا مستعمر مباشر. اذا باش حنا نوصلوا للامور بحال هكا خصنا نعرفوا بانه راه حنا خصنا نطوروا، بدون تطور الا ما طورناش حنا نفوسنا، يعني هذا الشيء اللي حنا فيه وهذا الفكر هذا اللي هو اللي مسيطر لنا على العقول ديالنا، هذا الفكر اللي مسيطر على العقل الاغلبيه ديال المغاربه والعقل الاغلبيه ديال الشعب المغربي، سواء اللي تعيشوا في المغرب ولا اللي تعيشوا حتى خارج منه، هذاك الفكر راه ما نافعش، لانه لو كان هذاك الفكر نافع كون راه حنا لقينا جواب على كيفاش اننا نطوروا هذا الوطن ديالنا ونخرجوه من هذه الحاله اللي هو فيها وننتقلوا به الى حاله افضل. طبيعة الحال كاين الناس اللي تيرفضوا لان التهم توجه للنظام، مثلا ملي تنعتو حنا المؤسسه الملكيه وتنقولوا ان الملكيه هي المسؤوله هي اللي وصلتنا لهذا الشيء، لانها خياراتها السياسيه منذ ان تركتها فرنسا على السلطه ديال المغرب
وهي خيارات ما ما لا ما هي ملي تنقول لا وطنيه لا شعبيه، راه شنو تتعني؟ ماشي شي عباره زعما تنبغيو نغلطوا فيها. تنقول لا وطنيه هي انها ما تمشيش في اتجاه مصلحه الوطن، ولا شعبيه هي انها ما تتخدمش لمصلحه الشعب، هي سياسات تتخدم الملكيه والاصدقاء ديالها. كاين ناس اللي ما تيقبلوش هذا الشيء، تيقول لك لا الملك ما عنده التدخل، الملك مسكين راه براسو راه دايرين به، وطالقين ابواق وابواق وابواق متعدده في الوان متعدده، فيهم اللي لابس القناع ديال المعارضه، فيهم اللي لابسه القناع ديال الغير معارضه، فيهم اللي لابس القناع اسلامي، وكلهم تيحاولوا يقولوا لهاد الناس هادو بانه لا راه الملك راه ليس مسؤولا. حنا حاولنا نوصلوا زعما حنا مجموعه الناس اللي تنحاولوا نوضحوا بعض الحقائق بطريقه زعما اللي صادقه، اللي ما تتكلموش من فراغ. هو انه مثلا انا درت حلقات اللي وضحت في الدستور، لانه الدستور حتى بعد التعديل ديالو من بعد ذاك الشيء ديال الربيع العربي والحركه ديال 20 فبراير، حتى بعد التعديل ديالو باقي تيقول لك بانه الملك هو رئيس البلاد، الملك هو اللي تيحكم، الملك هو اللي تيقدر يرفع حالات الاستثناء ويوقف كل شيء، يوقف الحكومات ويوقف البرلمانات ويوقف الاحزاب ويوقف الجمعيات ويوقف ويقتل المجتمع المدني ويقتل المجتمع السياسي ويقتل كل شيء ويوقفه، ماشي بالقتل، القتل بالقرطاس لا، يوقفه يفكه. وقال لك حتى عنده الحق انه يفك يحل الاحزاب ما تبقاش، الا هو قرر ان هناك حاله استثناء. الملك هو اللي يعين القضاء، وهو اللي والنيابه العامه ما تتنوش على الشعب مثلا كما في بزاف ديال الدول، اللي تيقول لك مثلا داك اللي حنا عندنا تيتسمى المغرق اللي هو الوكيل العام، الناس بزاف اللي تيسميوه هذاك النائب العام، النائب العام جنرال اتورني، تيقول باسم الشعب، تينوب على الشعب. حنا تينوب على الملك، تيمثل الملك، يعني مختزلين الوطن والشعب في الملك، يعني القانون في يد الملك، القضاء في يد الملك، الاقتصاد في يد الملك، بحكم على انه كاع القطاعات اللي هي حيويه واللي هي مهمه جدا، وهذا منذ ماشي حتى في الوقت ديال محمد السادس، منذ القدم كانت تتضاف لها ذاك الكلمه الشريفه اللي تتعدي على انها في يد العائله الملكيه وهي اللي تتسيرها. طبعا الحال مدخلين فيها الاصدقاء ديالهم، وفرنسا تتاخذ منها حصتها حتى هي، لانها هي اللي وكلتهم على هذا الوطن هذا من بعد انها اضطرت على انها تغادر بحكم التغيرات الدوليه والسياسيه اللي كانت انذاك، واللي انطلقت من سنه 1948 وبدات التغيير، وكان هناك ضغوطات وغادي نوصل لها في ديك السلسله التاريخيه، ضغوطات حتى من الولايات المتحده الامريكيه على مجموعه من الدول من بينهم فرنسا، لانها يجب ان تتخلى عن المستعمرات وتشوف لها شي حل يسير لهذوك المستعمرات. وداك الشيء اللي داروا، تخطيط جهنمي وصدق لهم. حنا خلاونا الملكيه، الملكيه ما كانش عندها شعبيه تماما انذاك، ما عدا ملي جات ديك الحركه الوطنيه اللي هذا اللي هي اللي حولات هذا، وراه ذاك الحلقات التاريخيه اللي تندير لماذا كان استقلال المغرب استقلالا شكليا، راني بديت تندخل في هذه الامور. اذا اللي بغى هذيك الحقائق باش ما نتوهوش، هذيك الحقائق كاينه. اذا الا قلنا حنا بانه الملكيه، الملك والمؤسسه الملكيه لا زالت هي الحاكمه دستوريا، اذا حنا ملي عم بغيو نحاسبوا شي واحد مثلا كما كنقولها دائما، الا جيت لشي اسره ولقيت الاطفال ما مربيين، شنو تنحاسب الاطفال؟ لا ما تنحاسبش الاطفال، تنحاسب الاب والام، الناس اللي متسلمين السلطه، اللي عندهم سلطه في التربيه، ولا عندهم، ولا جيت لقيتهم التدبير ديال داك عندهم مثلا، بالاخص الا جيت لقيت مثلا اسره عندها المداخيل بحال المغرب، دولة عندها الموارد الطبيعية وعندها الخيرات وعندها عندها كل ما يخصها وكل ما يلزمها باش انها تكون عندها فوق الاكتفاء الذاتي في اغلبية القطاعات، وعندها طرق وسبل رائعة باش انها تتفادى حتى الاستيراد ديال الطاقة مثلا اللي ربما يكون عندها خصص فيه انها تتفادى، وتقلب على رينيوبل انرجي والطاقات المتجددة الى اخره، بحكم بتشجيع التعليم والتحصيل العلمي والبحث العلمي الى اخره الى اخره، تلقاوها تتغرق في المشاكل، وتيجي الملك كل عام عام بعد عام تيبكي على الناس، يقول لهم راه ما عندناش، وراه هذا المخطط فشل، وراه هذا المخطط فشل، وراه هذا المخطط فشل. الملك يعترف بانه المخططات اللي هو انطلقوا بالاسم ديالو هما، كل شيء تيقول لك هما صاحب الجلابه راه قرر واعلن على انه المشروع التنميه كذا من هنا، المشروع التنميه هذه من هنا، مشروع التنميه هذه من هنا. يعني من السهل على انك تجي وترش الغبره في العينين وتشري واحد شويه ديال التريبورتور غير معطيين لك انت غير صدقه من عند الاصدقاء ديالك الخليجيين وغيرهم،
وتعطيهم شويه ديال السجناء السابقين وتقول لهم انت راه هذه راه التنميه وهي راه ما كاينه لا تنميه لا والو. عندما نتحدث عن التنميه نتحدث عن التنميه اللي ما تتكونش غير في الواجهه غير في المدن الكبرى وغير ما واحد الشريحه معينه من الناس، لا التنميه هي تتكون التنميه ديال الاقتصاد الوطن ككل، تطوير القدره الشرائيه ديال المواطنين ككل، تطوير القدره على الانتاج في الوطن ككل، هذه هي التنميه. هادشي اللي المغرب منذ تربع محمد السادس يعني حيت تنقولوا حنا فشل، ولكن انا تنقول لانه ما عمرو حاول باش نسميوه فشل، لان ليست هناك الرغبه بل ان هناك مخططات سياسيه ديال التجويع، ديال انهم التجويع يغتنيو هما ويجوعوا المغاربه، لانه الى جاعوا المغاربه بالاضافه للجهل وبالاضافه للفكر الخرافه اللي سائد عندنا في المغرب ما يكونوا غير ينوضوا يقطعوا بعضياتهم، وانا ذاك الطرفين غيكونوا في حاجه للقوه والصرامه ديال المخزن وديال الدوله باش الدوله تنزل عليهم بالبوليس وبالقمع وداك الشيء، وتيقولوا الشعب براسو تيقول لك حنا نستاهلوا نستحقوا. وهذا الشيء علاش نلاحظوا مثلا بعد يعني عندي غادي واحد الخطوط غادي بحال متوازيه باراليل، هو الفشل في المخططات التنمويه والاقتصاديه والثقافيه والادبيه، ولكن تلاميذ الجريمه غادي في نفس الارتفاع بنفس الحده. الشيء الاخر بطبيعه الحال غيكون نازل لانه نازل، ولكن اذا اعتبرنا الحده ديال الفقر والحده ديال الفشل والحده انها حده ديالها هي تكون طالعه بحالها بحال عدد الجريمه. علاش؟ لانه هذاك الجريمه وذاك التشرميل وذاك البلطجه هما اللي تيخليو الناس باقيين ما ثاروش على الدوله. علاش؟ لانهم تيخافوا على انه لا ثاروا على الدوله هذاك البلطجه وهذاك التشرميل غيتقلب عليهم وما يلقاوش اللي يحميهم منه، رغم على انه في الراهن الدوله كجهاز بقى ما حمدش الشعب من المشرملين، بالعكس حتى تتوقع الجريمه وكثر من جريمه، تتوقع جريمه وجوج وثلاثه عادي، لا شي واحد برقق لهم شي واحد وعاد تيمشيو تيلقطوه وتيديوه وتدو شويه الوقت وتيخرج في عفو ملكي وتيقول لك عطيوه فرصه ونعطيوه تريبورتور كاع، نعطيوه كروسه ديال الفروي نعطيوه تريبورتور يبيع فيه الفروي الى اخره. انا ماشي ضد اعاده الادماج ديال المساجين باش ما يتفهمش هادشي غلط من، لا بالعكس انا مع اعاده الادماج للمساجين، ولكن البدايه تتبدا من المؤسسه السجنيه، ماشي تدخلوا المؤسسه السجنيه تتفسدوا لانه المسؤولين على المؤسسه السجنيه والمندوبيه ديال الملك اللي مكلفه بالسجون هي اكبر مفسد في الادارات المغربيه. السجون الازدحام وقطع فيها قطع فيك وداخلها وصلها كل شيء، وهذا الشيء هذا بالتصريحات ديال هاد السجناء هادو اللي مطلوقين حاليا واللي كثروا واللي تيتكلموا على هاد الامور هذه، واللي بعض المعلومات جايه منهم على اساس انه كاين كل شيء، كاين كاع الانواع ديال المخدرات، كاع كاين انواع ديال السلاح الابيض، كاين الرشوه، كاين البلاصه تتباع، بنادم تيتباع، اطفال تيتباعوا، دراري اللي باقيين السن صغير واللي ما قادرينش يدافعوا على راسهم تيتباعوا الناس اخرين. يعني هذا ماشي الادماج، اعاده الادماج ديال الناس اللي تيرتكبوا جريمه معينه، بالاخص الجرائم الصغيره اللي هي جرائم ناتجه على السياسه ديال التفقير، يعاد ادماجهم من خلال المؤسسه السجنيه. مشات تيخرج تعطيه ريبورتور يمشي يدابز على البلاصه ويعاود يضرب هذا غير باش تبقى ديك الحلقه دايره والمواطن الاخر مخلوع. اذا هاد الشيء هذا كله هادو هي تنعاود اعاده شنو كاين شنو واقع. المشكله هو انه اللي درس التسلسل ديال المجتمعات وعرف المجتمعات كيفاش انتقلات وكيفاش كانت الى اخره كيفاش انتقلات، انه تنعرفوا بانه في واحد الوقت يعني شحال هذه في القديم كان تتسود واحد الفكره في ذاك المجتمعات القديمه هو ديال اما انت تسلب جارك ولا جارك عيسلبك، وهذا بالمعنى ماشي بالضروري يكون الدار على الدار بمعنى الجار، يعني القبائل كانوا تينهبوا بعضياتهم تيغزيو بعضياتهم يمشيو ياخذوا بعضياتهم الخيرات، واحد يعيش على حساب الاخر، القوي تيعيش على حساب الضعيف. وحتى تطورت مثلا تطور المجتمع وجا مجتمع من وراه وجا المجتمع الاقطاعي وداك الشيء ولا واحد العائله مسيطره على الاراضي والاخرين تيخدموا عندها، فتحولنا لذاك المرحله ديال انه اما انت غتخدم لمصلحه واحد اخر ولا واحد ولا ناس اخرين غيخدموا لمصلحتك انت وحسب اشنو في اش من طبقه تولدتي. وتغيرت واخا هكاك وصلنا وكان وحتى لانه راه كان واحد الوقت كاع لانه كاين غير الناس اللي عندهم القن والعبيد، يا اما يكونوا عندك العبيد يا اما انت تكون عبد عند شي واحد، يعني هاد الشيء هذا حتى وصل المجتمع تطور وتطور حتى وصل انه ما يفهم دابا بالعمل بالاجره،
اللي هو باقي راه تخدم لمصلحه ناس اخرين، طالما هما الشركات ديالهم والمجهود ديالك الفلوس ديالهم هما منين جاتهم كلنا تنعرفوا، لان حتى واحد ما يمكن يدير بالعمل والكد والجد داك العرام ديال الفلوس، الا كان كاين هناك غلط ما واحد النهبه واحد الهبره في واحد الوقت معين. على اي اذا هاد هذا الشيء هذا عطانا هاد المجتمعات بحال اننا حنا في المغرب حنا مشينا في هذاك السياق اللي كانت تتقال على انه ولينا بحال داك الشغل مثلا في الايام ديال المجتمعات ديال اما تكون عندك العبيد يا اما تكون انت مالك العبيد. ولاد اللي مالك العبيد تتولدوا بالعقليه ديال النخاس خصو يكون عند العبيد، والولاد ديال العبيد تتولدوا على اساس انهم ماشي مشكل يكونوا عبيد عند الناس. وحنا بحال تقبلناها هاد الشيء هذا، التاريخ كله العبيد داروا الثورات، الاقين داروا الثورات، الناس اللي استغلهم لانهم ما عندهمش وسائل الانتاج، القواد الانتاج اللي هي سواء البروليتاريا ولا الفلاحين ولا داروا الثورات. يعني اننا هنا في الوضع دابا الراهن هذا راه ما يمكن شيء نخرجوا من هاد الحاله اللي حنا فيها بدون اننا نغيروا الفكره ديالنا. راه الله غيجي يعتقنا، اي باش نكونوا واضحين، وما يجيش شي واحد يكتب لي تما الكفر والالحاد وشغل، لا الله راه ما يجيش يعتقنا، ما يجيش وما يجيش وما عمره قال انه غيجي يعتقنا. اذا هذيك الهضره ديال يمهل ولا يهمل ولا لا راه هو مريض وفيه الكونسير ولا راه هو مريض وفيه الضيقه، ها انت اش دارت ليه ديك الفلوس؟ لا لا لا، الا كان هاد الضيقه ضربه النص ديال ولاد الفقراء، الا كان ها الكونسير هو تيداوى وتيجدد ويقدر يعيش بالكونسير، الناس الاغنياء يعيشوا بالكونسير بالخمس سنين بهذا الكونسيرات اللي تدار لهم الكيموثيرابي ولا تداوى بالراديو ثيرابي ولا او الفقير راه تيبقى تما تيتسنى على انه ما عندوش حتى السبيطار. انا بنادم راه ناض غير ناضل باش يديروا لهم غير سبيطار يمشي يداوى فيه ويخلصوا من جيبهم، ما داروا لهمش، لا ما عندوش حتى سرير فين الناس تيموت غير في الدار ويدود وتياكل الدود بلا ما تقول لي غنتشفاو فيه بديك المفهوم الغيبي وداك الشيء وهذاك. لان لا الا كان هو هذاك الشيء وقع له لانه تيدير الغلط فهذوك الفقراء ماش وقع لهم لانهم ساكتين. لا لا لا، اذا ما ينفعنا حتى حاجه من غير على اننا نطوروا ذواتنا، اننا حنا خصنا دابا نبداو نطوروا الفكر ديالنا، الفكر كاع اللي مخلينا مسبب لينا نبقاو تحت الصباط خصنا نطوروه اولا نتجاوزوه. يعني راه ماشي مشكل تقدر تبقى مؤمن وتبقى ايمانك قوي وتبقى تدير الادعيه والدعاء، ولكن الامور ديال الدوله تسيرها قوانين الدوله والعقل. يعني حتى المقدسات اللي كاينه مثلا حتى الملك راه تيدخلوا لنا حنا في الدستور المقدسات، ولكن واش العقل تيقبل على ان الملك اللي هو شخص بحالي بحاله انسان بحالي بحاله يكون مقدس ولا؟ لان تنشوفوا انا ميقن على انه تيغلط، لان الاغلاط الاخطاء ديالهم ديال الملوك عندنا حنا في المغرب تمادوا وتراكموا. يعني شنو يعني الا ما كناش حنا ننتقلوا من هذه المرحله هذه اننا نفكروا راه ما عنديش. راه شوف اوروبا راه ماشي جاتو حقات وداك الشيء ولا الله نزل عاونهم باش يتطوروا باش تولي عندهم داك شويه الديمقراطيه اللي على الاقل لا تضمن الحد الانسانيه. حتى لما تكلمناش على انه باقي الانسان تحت القيد ديال انه تيخدم عند مول اللي تيتحكم في وسائل الانتاج، وهو اللي تنتج هو اللي تيضرب تماره ولا اخر تيدخل الزبابل ديال الفلوس وهو غير تيتخلص بحال داك العبد بدون ليست عبد، ولكن على الاقل لاقي خدمه وعنده بعض الحقوق، لان جهاز الدوله عندهم طور شي شويه ولا تيحاول يوفق، مرات تيوفق بين ديك الطبقات، دائما عايجي من صف مول الشكاره، لان في الدول الديمقراطيه بغيناها ولا كرهناها باقي جهاز الدوله هو متحالف مع مولي الشكاره. وخير دليل هو انه حتى المرشحين الا بغاو يديروا انتخابات وبغاو يديروا هذا تيخصهم شويه الفلوس باش يديروا الانتخابات، تيلجؤوا تسمى سبونسور الممولين، وهنا تتكون اللوبيات الى اخره. ولكن على الاقل دايرين دستور اللي تيضمن داك الحد الادنى ديال التوافق، ديال انه ماشي يطغوا عليهم كما كان سابقا، لان ما بغاوش يرجعوا مشاريير. ولكن حنا عندنا الناس تتحلم وتتمنى وتدير وتطبع باش ترجع مشاريير، تنشوفوها في كل شيء، حتى في الاغاني ديال الراب ديالنا عباد الله، حتى في الاغاني ديال الراب ديالنا عندنا بنادم تيرابي وتيحلم بالاجرام ويحلم بالوشام وبمشيبك على وتيقول لك باغي يرجع حتى هو للدوله ديال العصر الغابر، تعتقد ان تما فين كاين الحل ديالو. ما عرفش هو انه اول حاجه من اكثر الامور ممنوعه هي هذيك الطريقه ديال الحياه ديالو وداك الشيء اللي تيغني وداك الشيء اللي تيقوله هو اللي تيصرف فيه. اي عيق اي بين قوسين، راه ماشي تنهاجم فكر معين ولا عقيده معينه، تنهاجم الخنوع لاسباب العمق العجل والشلل اللي كاين في
في كل ما يحيط بنا من فكر وما يحيط بنا من 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 إرث ومن تصرفات وطبيعة اللي مخليانا هكا. اوروبا لا، اوروبا راهم تقاتلوا. اوروبا على سبيل المثال اخر ملوك فرنسا اللي هو لوي 16 راهم كان مجوج هذيك المراه ماري اونطوانيت قالت لهم كاع بالطنز على الشعب، كانت مبدره وكانت هذا ما تتسوقش للفقراء، بالطنز على الفقراء قالوا لها راه الشعب الفرنسي راه ما لاقيش حتى الخبز، قالت لهم الا ما لقاوش الخبز ياكلوا الكاطو الكعك، مقوله مشهوره ديالها بشده زعما ما مسوقاش كما تيدير لنا محمد السادس دابا وكما تيدير لنا الربعه ديالو، وطلق علينا دوك الحشرات الاسلاميه ديال بن كيران وذوك هذيك اللي قالت لك لو 20 درهم راه توكل امه والناس عم تيعرفوش يسيروا راسهم. هذيك 20 درهم منين؟ بعد هذيك 20 درهم تتلقى طايحه الانسان اللي ما عندوش خدمه، حتى واحد في دار ما خدام منين غيجيبوا ال 20 درهم؟ يعني نفس الطنز اللي طنزوا علينا غير هو ماري اونطوانيت ولوي 16 الشعب الفرنسي ثار وكانوا كاع باغيين يهربوا شدوهم وحطوهم في لاكيوتين قطعوا لهم الريوس. هذا لوي 16 هذا راه بعظمته راه هو من الناس اللي ساعدوا الثوره الامريكيه ضد بريطانيا في 1776 وصيفط جيش كاع ديالو على الراس ديالو لافايات باش يعاون هاد الناس. مثلا البريطانيين راه من 1219 هما ولا 1217 وهما تيبنيو داروا الماغنا كارتا باش يفرضوا على البارونات تاعهم باش يفرضوا على الملوك ديال بريطانيا باش انهم يحدوا من الحق من السلطه ديالهم وانهم يتنازلوا على بعض السلطات وتطورات الامور وتطورات. والملك جون جاو رفضها وبقات يتلاعب معاهم، داروا عليه القلاب وقطعوا له الراس وعاشوا واحد الوقت كجمهوريه باش حتى جا ملك الملكه البريطانيه باش انضابطت وتقادت معاهم وقبلت منهم على انها السلطه ديالها تكون محدوده الى اخره. حتى حاجه ما تجي بالدعاء وبالانتظار يهمل ولا يهمل لا راه الا ما وقفناش راه خصنا نقبلوا بالخنز، يعني لانه الحاله اللي فيها المغرب دابا حاله لا تسمى الا الخنز في كل شيء. وطلعي غنى اللي ولا في المغرب، طلعي لا رياضه لا الاخلاق اللي ولات في الشارع في المغرب، شوف اللي تيمثلونا سياسيا في المغرب، شو الحاكم ديالنا كيداير محمد السادس، شوف غير حطوه هو وسط النهار واحد اللي شفناه وسط رؤساء وكاس كاع في الصف الاول لانه كان عند ماماه فرنسا فجلساته في حجرها في الصف الاول، كيجلس هو داه النعاس وتيشخر الرؤساء الاخرين كيباينين مقضين والدول العظمى. يعني حالتنا حاله الحضيض ديال الخنز، يعني الا كنتوا غتقبلوا به وقابلين به وتتقولوا عليه زوين وهذا كلام اخر، يعني انكم تموقعتم الاعداء ديال الناس اللي باغين يتحروا وطال الزمان ولا قصر، لانه راه واخا تعياو كاين هناك ما يسمى بالحتميه، راه ما يمكنش التاريخ يبقى جامد وما يمكنش التاريخ يرجع مارشاريير، راه تقدروا ترجعوا التاريخ مارشاريير، راه داروا شي ناس نقضوا على شي ثورات وبغاو يرجعوا شي دول مارشاريير وما سلكتش ما تسلكش لانها ضد القانون ديال الطبيعه ضد القانون ديال العلم وضد القانون ديال التاريخ، راه ما يمكنش يبقى هذا الجمود يوقع. فهو اما يتسرع وكل شيء يستافد منه او لا راه غادي تكون تضحيات اكثر شويه، ولكن المتخاذلين واللي يرضوا بالخنز وبالذل راه ما يمكنش يعيشوا الانتقاء الطبيعي. اذا هذا هو ما كان عندي انا في هذه المداخله ديال اليوم غي باش نبين الاتجاه اللي غيجي اللي جاي ديال الفيديوهات كله في هذا الاتجاه البناء ديال اننا كيفاش نطوروا فكرنا. وما عنديش مشكله انا فهمتيني، واخا هذيك الكميشه ديال النحل اللي تتصنت وتتبع وتتستافد وتتفعل افضل ليا من بصراحه افضل ليا من ديك غير تتصنت غير باش يهرس بيك الوقت وداك الشيء ما كاينش من الاحسن بلاش. انا تنطلب منه بلا ما يعي راسو يفسد يضيع الوقت ديالو ويدخل لهاد القناه هادي، الا كان غير يتصنت يهرس بيا واحد 25 دقيقه ولا نص ساعه ويزيد لا، هاد الشيء هذا المقصود منه هو ان هاد الشيء هذا ينتقل من يتطرح للنقاش ويتطور وتساهم فيه ويتناقش مع ناس اخرين في الهامش ويفتح لنا مجال ديال اننا نوسعوا هاد القاعده اللي باغا تنتقل بالوطن الى ما هو افضل، والى حين اننا نتمكنوا ونحروا ذاك الوطن ونردوا الاعتبار للشهداء وعائلاتهم والمعتقلين وعائلاتهم ونحروا كافه الناس اللي اعتقلوا لا لشيء الا لانهم طلبوا بالحق وطلبوا بالعدالة الاجتماعية. إلى اللقاء في فيديو قادم.
تحياتي.